FM. الكلمة ليك. البورصة تخلقت 1969 ومن بعد هيكلت ولات شركة فهمتي سوسيتي أنونيم هذه 1994 فهمتني. عامة البورصة توا تحتوي تقريبا على 80 شركة مدرجة في البورصة من معناها بروميي مارشي والدوزيام مارشي. احنا نمثلوا تقريب 40% من الاستثمارات بتاع البورصه كل معناها المستثمرين صغار معناها موقعهم هام وهام جدا فهمتي. نعطيك مثال في معناها في البنك اكبر بنك تونسي هو البنك التونسي نمثلوا 51% في البنك الزراعي نمثلوا 40% معناها باش نوريك معناها الاهميه. احنا في المجمل نمشيو ما بين 37 و40% من الاستثمارات معناها الوقت حين اذا القانون القديم نتاع معناها اللي يخول للمستثمرين الصغار باش يكونوا ممثلين في الهيئه في الكونسي دادمنستراسيون الهيئه مجلس الاداره مجلس الاداره نتاع الشركات فهمتي عشوائي ماهوش واضح. احنا توا في القانون الجديد اللي باش يقدمه السيد وزير الماليه والبنك المركزي ثم قانون جديد اللي باش يتعرض على مجلس النواب واحنا في القانون هذايا فهمتوا لا باش عندنا ما نقولوا فيه وعندنا باش ننقحوا فيه باش نوضحوا اهميه المستثمرين الصغار اللي في البورصه وكيفيه انتخابهم وكيفيه تمثيلهم خاطر التمثيل كان عشوائي. الكلمة ليك